احمد جمال. احمد جمال وهنا الكرة اللي بتتلعب وهنا الهدف الاول للاسماعيلي، ولكن راية لا هدف، هدف اول للنادي الاسماعيلي بيسجله حازم مرسي. حازم مرسي بيسجل الهدف الاول للنادي الاسماعيلي، بيتفرج عليها عمرو شعبان وكرة بتتلعب واول اهداف الاسماعيلي في المباراة. حازم مرسي شوف الكرة اتلعبت قصيرة، هنا صالح جمعة هيئها وهنا العرضية من عبد الرحمن مجدي، وادي هنا الكرة اللي مرت وبقت في المرمى، هدف لمصلحة النادي الاسماعيلي. حازم مرسي 2-1. شوف عبد الرحمن مجدي لفها، شبراوي كده سندها، وحازم مرسي كمل عليها براسه جوه المرمى عشان تبقى النتيجة 2-1. 2-1 حازم مرسي بيرجع الاسماعيلي تاني للمباراة. في وقت كان بدا الاسماعيلي محبطا وغزل المحلة بيعمل اللي هو عايزه في ارضية الملعب. هنشوف هيقول ايه. بيحتسب الهدف،